طبق الفاكهه ده ب 200 جنيه، والبونبونيره دي ب 100 جنيه. ايوه زي ما سمعتوا كده، الاسعار دي هتلاقوها في سنتر الشمس اللي في حمام الثلاث في الموسكي. عاملين عروض كتير جدا بمناسبه الوايت فرايداي، والعروض دي مش بس يوم الجمعه، لا ده طول شهر 11. يعني مثلا اطقم الصيني الطقم الكامل بيبتدي سعره من 7500 جنيه، وحتى النص طقم هتلاقوا عليه عروض كتير واشكالهم حلوه جدا، وهتلاقوا الصيني المدور والمربع. واطقم العشا بتبتدي اسعارها من 1150 بدل 1500، وهتلاقوا كمان اطقم عشا عدد القطع اكتر ب 2000 جنيه بدل 2500. وعايزه اقول لكم ان شنط المعالق بتبتدي اسعارها من 1700 جنيه. وبالنسبه بقى للكريستال الايطالي والبوهيمي والتركي كلهم عليهم خصم 10%. وندخل بقى على حاجات المطبخ، متخيلين ان اطقم الحلل بتبتدي اسعارها من 2500 واشكالهم حلوه قوي وترندي. وطقم التوابل هناك هتلاقوا اسعاره بتبتدي من 450 جنيه وكلهم شكلهم شيك قوي ومعاهم حامل كمان. واكتر حاجه بحبها هناك هي اطقم الشاي والقهوه، علشان شكلهم مش تقليدي خالص. اطقم القهوه بتبتدي من 300 جنيه، واطقم الشاي بالبراد بيبتدي من 500 جنيه. وندخل بقى على السكاكين اللي اسعارها بتبتدي من 250 جنيه. انواع كتير قوي، بس اكتر طقم عجبني هي السكاكين الماجنتيك. وبعد كل العروض دي ليكوا فاوتشر ممكن يوصل لحد 1000 جنيه على حسب مبلغ الفاتوره، تشتروا بيه حاجات من الرفايع مثلا. واستنوا بقى الجزء الثاني علشان هوريكوا عروض قسم المفروشات والرفايع.